أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. نفذ التحالف الدولي عملية إنزال جوية في ريف مدينة دير الزور شرق سوريا، يعتقد أنها استهدفت نقاط إمداد ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش. وقالت مصادر محلية أن عملية الإنزال تمت قرب محطة T2 جنوب مدينة الميادين واستمرت لمدة 20 دقيقة. قصفت مقاتلات روسية بالقنابل الفراغية بلدة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وأكد متطوع في الدفاع المدني أن الغارات أصابت مركز الدفاع المدني ومستشفى الرحمة في الأطراف الشرقية من خان شيخون، وسجل وقوع أكثر من 15 غارة في محيط المدينة. تقدمت القوات العراقية مسافة 200 متر داخل المدينة القديمة في الموصل مقتربة من مسجد النور الكبير، وقال قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت إن قواته استعادت السيطرة على المنطقة المحيطة بالمنارة الحدباء، وتمركزت على أسطح المباني لاستهداف السيارات المشبوهة والأشخاص المسلحين. وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية بالقرب من المنطقة المنزوعة من السلاح والتي تقسم الكوريتين، وانتقد بينس التجربة الصاروخية الفاشلة لبيونغ يانغ وعدها استفزازاً، مؤكداً لكوريا الجنوبية دعم واشنطن الكامل في مواجهة تهديدات جارتها. أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في تركيا أن أغلبية الناخبين الأتراك صوتوا لصالح تعديل الدستور، ما يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة. وكانت النتائج الرسمية قد أظهرت أن نحو 51% أيدوا التعديلات، بينما عارضها ما يقرب من 48%. وتشمل قائمة التعديلات إلغاء منصب رئيس الحكومة ومنح الرئيس صلاحية تعيين الوزراء. اشتعل صراع لقب البريمير ليج مجدداً بعد تعثر تشيلسي المتصدر أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ليبقى الفارق بينه وبين توتنهام المطارد 4 نقاط فقط. ففي ملعب أولد ترافورد أوقف مان يونايتد صاحب الأرض والجمهور سلسلة انتصارات تشيلسي، وألحق به هزيمة هي الخامسة له هذا الموسم بفضل هدفين على مدار الشوطين من راشفورد وهيريرا.